انطلقت فعاليات بطولة العيد الوطني المجيد لسباقات القدرة التي ينظمها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، وذلك بإقامة سباق 40 كيلومتر تأهيلي محلي في قرية البحرين الدولية للقدرة، تزامنا مع احتفالات المملكة بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. وشهد السباق التأهيلي لمسافة 40 كيلومتر مشاركة واسعة من الاسطبلات والفرسان بعدد 76 فارسا وفارسة. من جانبه تتجه الأنظار نحو قرية البحرين الدولية التي ستشهد السباق الكبير لمسافة 120 كيلومتر على كأس العيد الوطني المجيد، إضافة إلى السباقات الأخرى وهي سباق 100 كيلومتر وسباق 80 كيلومتر وسط مشاركة واسعة من الإسطبلات والفرسان. ونظم الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة الفحص البيطري وترقيم الجياد وعملية وزن الفرسان.